أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، أشاد بجهود حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه في دعم الأشقاء الفلسطينيين وما قدمته مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا من مشاريع تنموية وإنسانية لخدمة الأشقاء الفلسطينيين. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لصندوق تمكين القدس الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برئاسة الأمير تركي الفيصل، وشارك فيه سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بترشيح من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. خلال الاجتماع نقل الدكتور مصطفى السيد لرئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق تمكين القدس تحياتي وتقدير جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد وتمنياتهم لصندوق تمكين القدس التوفيق والنجاح في تحقيق أهدافهم الإنسانية النبيلة لتمكين الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف. خلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى السيد أهم المشاريع التنموية والإغاثية التي نفذتها مملكة البحرين للأشقاء الفلسطينيين بتوجيه من جلالة الملك المعظم.